تاريخها محفور على جدار الزمن، من عهد من من عهد بلقيس وسبات، وأروى التي ملكت عدن، وعهد سيف النياز، وانت وانا من اصل واحد كلنا، وانت وانا من اصل واحد كلنا، ارض الروبة كلها نابت من جذور اليمن. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة الى لقاء جديد من برنامجكم المسابقاتي التفاعلي الجماهيري هذه اليمن. اليوم مشاهدينا الكرام ان شاء الله نستقبل كم كبير من المشاركين معنا، وان شاء الله حيكون معنا فائزين كثر في هذه المسابقة اللي دائما انتم كسبانين فيها دائما وابدا، وعلى الارقام الموجودة على الشاشة الان. الوسيلة الوحيدة لهذه المسابقة هي هذه الارقام الموجودة على الشاشة. ليس مطلوب منكم رسائل عبر الاس ام اس اطلاقا، فقط المشاركة على الارقام. ما نمسك معكم الخط ان شاء الله وعلى الهواء مباشرة. ونحن الان في هذه اللحظات مشاهدين الكرام ولدينا ازدحام في الخطوط شديد، لكن المحاولة والتكرار أيضا بالتأكيد إن شاء الله ستصلون إلى هذا البرنامج وتكونوا دائما كسبانين معنا. مشاهدي الكرام إن شاء الله وبإذن الله يوم غد سوف تعرض السيارة التي حيتم السحب عليها، ويا رب إن شاء الله جمهورنا الكريم. طبعا للأسف السيارة هي من نصيب شخص واحد، من سيكون صاحب السيارة في نهاية شهر رمضان المبارك؟ وإن شاء الله بإذن الله سيتم عرضها غدا في حلقة غد في نفس الموعد إن شاء الله، وبعد غد إن شاء الله سيتم السحب عليها على الهواء مباشرة. كل حال مشاهد الكرام عشان ما نأخذش من وقتكم كثير ندخل في المسابقة على طول واستقبال المشاركين معنا. ومعنا الآن أول المشاركين معنا في هذه الحلقة، منير أحمد من عمران. السلام عليكم يا منير. منير السلام عليكم. فصل الخط. انا اؤكد رجاء خاص من جمهورنا الكريم انه اللي بيتصل معنا من تلفون سيار ارجو انه يشوف المكان اللي فيه تغطية كويسة، عشان والله انه حرام انه يوصل للبرنامج بعد محاولات كثيرة وفي الاخير يفصل عليه الخط. ارجو من اللي بيتصل من تلفون سيار يكون المكان فيه تغطية كويسة ويتم ايضا مشاهدين الكرام سماعه بشكل جيد، وان شاء الله يا رب ما يحدث اي انقطاع من اي مشارك سيصل الى هذا البرنامج. مشارك اخر صالح حسين من صنعاء. السلام عليكم يا صالح. صالح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خواتم مباركه يا صالح، كيف الحال؟ الحمد لله. اهلا حياك الله. حياك الله. كم تحاولت معنا يا صالح حتى امسك معك الخط؟ قبلي حاولت في حوالي هكذا 20 مره. الان ان شاء الله يا صالح بتتصل من تليفون سيار. يا صالح اهلا. بتتصل من تليفون سيار؟ ايوه نعم. التغطية كويسة عندك؟ ايوه. ندخل في المسابقة على طول يا صالح عشان ما نخسركش. نبدأ على بركة الله، نحن حريصين اننا نكسب المشارك معنا الجائزة وما نخسرش اي شيء في هذه المسابقة. وعلى بركة الله يا صالح، الان المحافظات اليمنية امامك على الشاشة، ماذا ستختار من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول اليها؟ ذمار. 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 صالح حسين من صنعاء واختار ذمار. ليش اخترت ذمار يا صالح؟ يعني هكذا كثرت على ذمار وقد شفتها وقد. على كل حال يا صالح، الاهم في هذه المسابقة هي المرحلة الثانية ومرحلة الارقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص في هذه المرحلة. يا رب تصل من خلال الـ3 الفرص الى نقطة الوصول الى محافظة ذمار. وعلى بركة الله، ماذا ستختار يا صالح من بين هذه الارقام؟ رقم 5. رقم 5. رقم 5. نشوف رقم 5. المهرة. زرت المهرة يا صالح؟ لا ما زرت. تعرف اي شيء عن المهرة؟ والله ما اعرف. ان شاء الله يكون السؤال، طبعا السؤال حيكون من محافظة المهرة يا صالح. والسؤال يقول: تسمى اللغة المهرية بانها لغة قوم ثمود او صالح او عاد. لا بسرعة بدل على التنازل يا صالح. لغة ثمود. بسرعة يا صالح بسرعة.
صالح. بسرعة يا صالح. عاد عاد. نثبت على عاد. عاد. متأكد يا صالح؟ إن شاء الله. نثبت على قوم عاد، تسمى اللغة المهرية بأنها لغة قوم عاد، ويا رب تكون الإجابة الصحيحة عشان صالح يقدر يواصل معنا. نشوف. بالتأكيد إجابة صحيحة يا صالح، 10,000 ريال، بداية موفقة، لكن الفرص لم تنتهي بعد يا صالح، بقي لديك فرصتين، أرجوك يا صالح ركز معي، وإن شاء الله من خلال الفرصتين القادمتين تصل إلى محافظة دمار وتستلم الجائزة الكاملة. والآن الفرصة لك يا صالح، ماذا ستختار؟ رقم 10. رقم 10، نشوف. أبين، أين تقع أبين يا صالح؟ أبين في شمال البلاد ولا في جنوب البلاد؟ الجنوب، في محافظة الجنوب. أيوة طبعا، هذا السؤال مجاني بدون جائزة. السؤال اللي هو بدو بالجائزة يقول: من محافظة أبين، ما هي أكبر مديريات محافظة أبين؟ جعار أو مديرية لودر أو مديرية خنفر؟ بدأ العد التنازلي يا صالح. لودر. لودر. بدأ العد التنازلي يا صالح. جعار. بدأ العد التنازلي يا صالح، بدو يخلص طبعا. خنفر. ثبت يا صالح. ثبت ان شاء الله على خنفر. ان شاء الله يا رب، واللي توكل على الله فهو حسبه. وما هي اكبر مديريات محافظة ابين؟ اخي صالح من صنعاء، اختار رقم 3 لخنفر، يا رب تكون الاجابة الصحيحة. نشوف. بالتأكيد يا صالح، 20,000 ريال، 20,000 ريال، لكن لم تصل الى نقطة وصول، بقي لديك الفرصة الاخيرة يا صالح، وسواء وصلت او لم تصل الى نقطة الوصول لمحافظة دمار، انت في الاول والاخير كسبان معنا، واللي هيصل ان شاء الله هيصل لهذا البرنامج لن يخرج خسران باذن الله. على كل حال، الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو التعرف عن قرب على هذه اليمن وما تحمل من معالم اثرية وتراثية وتاريخية، وليس الغرض والهدف هو الاسئلة التعجيزية. وعلى كل حال يا صالح، الفرصة الأخيرة الآن بين يديك. رقم 7. رقم 7، نشوف. رقم 7، محافظة صعدة، تعرف أي شيء عن صعدة؟ يعني قصرتها هكذا، قصرتها مرة. إذن إن شاء الله يكون السؤال سهل. من محافظة صعدة، والسؤال يقول: كانت صعدة قديما أهم مركزا لتصنيع الذهب أو الفضة أو الحديد؟ يا صالح، ما دام ما زرت صعدة يعني حتجاوب إجابة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. بسرعة قبل ما يخلص العد التنازلي. الفضة. صالح. الحديد. ثبت على إجابة معينة عشان خلاص قبل ما يخلص العد، بسرعة. أنت اخترت الحديد، نثبت؟ الحديد إن شاء الله. يا صالح، أنا أريد أيضا منك ومن جميع المشاركين معنا أنه يتوكل على الله قبل ما يخلص العد التنازلي. الحديد. الحديد. خلاص طبعا ثبتنا أكيد الحديد، حتى لو تشي تغير رأيك صعب يعني. كانت صعدة قديما أهم مركزا لتصنيع، طبعا يا صالح أنت اخترت الحديد، كان معك 20,000 ريال إلى رصيدك. إذا كانت الإجابة صحيحة حيضاف إلى رصيدك أيضا 10,000، يصبح معك 30,000 ريال إضافة إلى جوائز عينية وأيضا دخول السحب. إذا كانت الإجابة خاطئة أيضا أنت كسبان معنا يا صالح، ما تزعلش. إذا إجابة صحيحة يا صالح، ألف مبروك، ألف مبروك يا صالح، 30,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، إضافة إلى تليفون متروتو من المدرب كون، وأيضا دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، وهو لدي فروع في جميع المحافظات. وأيضا أخي صالح حسين من صنعاء دخل معنا السحب على الجائزة الكبرى اللي هيتم السحب عليها إن شاء الله نهاية شهر رمضان المبارك، إن شاء الله هيكون إن شاء الله بعد غد، وسوف تعرض السيارة إن شاء الله يوم غدا، وبعد غد إن شاء الله يتم السحب عليها. وبالتأكيد نتمنى 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 حظ أوفر لجميع المشاركين معنا، والله إننا نتمنى أن نصرف السيارات بعدد المشاركين الذين معنا في القرعة، لكن هي سيارة واحدة فقط
من نصيب من ستكون؟ الله أعلم. على كل حال نبدأ الآن. من نسيب؟ نصيب عبد القوي من أبيضة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك رائع يا نصيب. حياك الله. وان شاء الله جائزه كامله حتكون من نصيبك ان شاء الله. والسياره كمان ان شاء الله حتكون من نصيبك ان شاء الله. طالما اسمك نصيب ان شاء الله. مستعد للمسابقه؟ كيف ان شاء الله. بس تفاعل معنا وشد حيلك وركز ان شاء الله. الان يا نصيب ندخل معك المسابقه على طول. المحافظات اليمنيه امامك على الشاشه، ماذا ستختار يا نصيب من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول إليها؟ إن شاء الله. نصيب يلا معك إن شاء الله. البيضاء يلا. البيضاء نصيب من البيضاء، واختار محافظة البيضاء ليكون نقطة الوصول إليها. لكن المرحلة الأهم في المسابقة الآن هي مرحلة الأرقام، ولديك ثلاث فرص في هذه المرحلة. إن أجبت على الإجابات الصحيحة يا نصيب على بركة الله، ماذا سيختار نصيب من بين هذه الأرقام؟ كم الأرقام؟ من 1 إلى 21. بسم الله. رقم 2. رقم 2، نشوف رقم 2. الجوف، تعرف أي شيء عن الجوف يا نصيب؟ والله ما بشوية. ها بالمساحة لسك إن شاء الله باني أستاذ المراحل، يعني السؤال الأول والباقي علينا. هذا وعد منك؟ إن شاء الله. السؤال الأول والباقي عليك ان شاء الله. على بركة الله ان شاء الله يا نصيب انه تصل معنا الى نقطة الوصول وان تفوز بالجائزة كاملة ان شاء الله. على كل حال السؤال من الجوف يقول: من هو الامام الذي اتخذ من مدينة براقش مركزا له؟ هل براقش. الامام يحيى بن حمزة، الامام يحيى، او الامام عبد الله بن حمزة؟ بسرعة يا نصيب قبل ما يخلص عدد التنازل يا نصيب. الإمام يحيى بن حمزة نقول. نصيب. عبد الله بن حمزة. ثبت. نقول عبد الله بن حمزة. بسم الله. ثبت. يعني بمساحة لك بالنفس على الله. توكل على الله. الله. ثبت على الإمام عبد الله بن حمزة، الإمام الذي اتخذ من مدينة براقش مركزا له. ونشوف الإجابة. بالتأكيد يا نصيب 10,000 ريال. بداية موفقة يا نصيب، لكن الفرصة لن تنتهي بعد. يا نصيب. ها. أنا فيني وعكة صحية وأريد التفاعل منك أنت. توعدني؟ إن شاء الله إن شاء الله. يلا إن شاء الله في الأسئلة يعني بحسب المعلومات. يا رب إن شاء الله تكون الأسئلة سهلة. والآن المرحلة الثانية يا نصيب. الأسئلة أو الأرقام مرة أخرى أمامك على الشاشة، ماذا سيختار نصيب من بين هذه الأرقام؟ رقم 10. رقم 10 نشوف. أبين. بسم الله. السؤال ان شاء الله يكون سهل من ابيان يا نصيب. نصيب. بسم الله بسم الله بسم الله. السؤال يقول: سميت ابيان بهذا الاسم نسبة الى اسم رجل او اسم جبل او اسم منطقة اثرية. بدأ العد التنازلي يا نصيب. بسم الله وعلى بركة الله خير الامور نقول أوصافها. حاول تغير يا نصيب. اسم رجل. نثبت. إن شاء الله. نثبت. يا نصيب. ها. توكل على الله. توكل على الله. التردد. وإن شاء الله ربي يوفقك. آمين. على كل حال سميت أبيان بهذا الاسم نسبة إلى أخي نصيب، اختار رقم 1 اللي هو اسم رجل. نشوف الإجابة. يا رب تكون صحيح. بالتأكيد صحيحة. مبروك مبروك يا نصيب. 20,000 ريال إلى رصيدك ولم تنتهي الفرصة بعد. كم بقي معك فرصة يا نصيب؟ إن شاء الله باقي فرصة واحدة. فرصة واحدة. يا رب الفرصة الأخيرة هذه تصل إلى نقطة الوصول يا نصيب. إن شاء الله. على بركة الله الآن الأرقام أمامك على الشاشة. والفرصة الأخيرة. رقم 1. وعلى الله. رقم 21 وعلى الله. نشوف محافظة صنعاء. أكيد تعرف أشياء كثيرة عن صنعاء. أكيد إن شاء الله. والسؤال حيكون من صنعاء يا نصيب. يا رب. جاهز؟ جاهز. نشوف السؤال يقول: اسم المنطقة التي يقع فيها دار الحجر. سؤال سهل جدا يا نصيب. أنا بزعل منك إذا ما جاوبت. مناخة أو بلاد الروس أو وادي ظهر. وادي ظهر. ايش عرفك؟
معلومة موجودة أكيد، بس حتى أبيا كانت شو يعنيها. أنت زرت وادي ظهر يا نصيب؟ لا بس قرأت عنه كثير. نثبت على وادي ظهر يعني؟ ثبتوا على الله. نثبت إن شاء الله. اسم المنطقة التي يقع فيها الدار الحجر، لماذا ما اخترت مناخها يا نصيب؟ مناخها أعتقد أنها بعيد شوي. وبلاد الروس؟ وبلاد الروس ما فيش فيها، هذه يعني في جنوب، في شمال صنعاء أو في جنوب صنعاء. يعني إن شاء الله واثق من نفسك وإن شاء الله تكون الإجابة الصحيحة يا نصيب، نشوف إن شاء الله. الإجابة صحيحة بالتأكيد، 30,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، إضافة إلى تليفون متروتوم من المترفون، وأيضا دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، وأيضا نصيب عبد القوي دخل السحب على الجائزة الكبرى. بالتأكيد اسمك نصيب يا نصيب، وأيضا كان من نصيبك أيضا 30,000 ريال وتليفون متروتوم ودورة تدريبية، وإن شاء الله يا نصيب الجائزة الكبرى لسياراتكم من نصيبك يا رب. وعلى بركة الله نشوف أيضا مشارك آخر، وزير سعيد. السلام عليكم يا وزير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ خواتم مباركة علينا وعليكم يا عم أنت الخير. وأنت بألف خير، إن شاء الله تصبح وزير في المستقبل. أنت عندك طموح تكون وزير؟ إن شاء الله. إن شاء الله. على كل حال يا وزير جاهز للمسابقة؟ جاهز. متصل من تليفون سيار؟ أيوة. التغذية كويسة؟ ان شاء الله. نبدأ على بركة الله. الان نبدأ. المحافظات اليمنية امامك على الشاشة يا وزير، ماذا ستختار من بين هذه المحافظات ليكون التوصل اليها؟ كويشة. محافظة تعز. وزير من تعز، اختار محافظة تعز ليكون نقطة الوصول اليها. نشوف الاهم اللي هي مرحلة الارقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص يا وزير، شد حيلك يا وزير واختار الآن من بين هذه الأرقام كفرصة أولى لك. رقم أربعة. بتسمعني من التلفزيون يا وزير صح؟ أيوة. لا خفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. يلا أوكي. طيب رقم أربعة طلعت محافظة الضالع، تعرف أي شيء عن الضالع؟ أيوة أنا محافظة الضالع حاليا. أنت تعز صح؟ أنا في محافظة الضالع حاليا. أنت في الضالع حاليا؟ أيوة. إذا ما تحتاج مساعدة، سؤال سهل جدا. السؤال يقول من الضالع، ما هي المديرية التي أعلنت الدولة مدينة أو مدينة السياحة العلاجية في الجمهورية اليمنية؟ دمت أو الشعيب أو الحسين؟ عندك شباب من الضالع يا وزير؟ لا ما في شباب. بسرعة قبل ما يخلص على التنازلي. ممكن نساعده. توكل على الله. سؤال سهل. دمت. ايوه. مثبت ان شاء الله. مثبت. المديرية التي اعلنتها الدولة مدينة السياحة العلاجية في الجمهورية مدينة دمت، ليش اخترت دمت يا وزير؟ والله ممكن اذا انا اسمع يعني اغلب الاشخاص يقولوا هذه. اغلب الاشخاص ايش؟ اغلب الاشخاص يتكلم. ها اذا ان شاء الله تكون الاجابة الصحيحة، وبالتأكيد نشوف الكنترول ماذا سيقول. بالتأكيد مدينة دمت هي مدينة السياحة العلاجية في الجمهورية اليمنية، وبالتأكيد ألف مبروك يا وزير، 10,000 ريال وبداية موفقة إلى في هذه المشاركة. ولكن لم تنتهي المشاركة بعد يا وزير، كم بقي لديك فرص يا وزير؟ فرصتين. معنى أنك تشد حيلك وتركز وتوكل على الله ايضا بدون تردد في اختيار الاجابة الصحيحة. والارقام الان موجودة امامك على الشاشة، ماذا ستختار عدا الرقم اربعة؟ رقم واحد. شوف رقم واحد. صعدة، تعرف صعدة اكيد؟ صعدة ايوة. والله انا عارفها. ولا تسمع عن شيء اي شيء عنها؟ لا ما سمعش والله. على كل حال يا رب يكون السؤال سهل من محافظة صعدة، والسؤال يقول ما نوع الخط الذي كتبت به الأسماء على مقابر جبان الصعدة أو جبان الصعدة؟ ما هي المقابر؟ الكوفي، الديواني. ممكن بسرعة، توكل يا وزير، توكل على الله. والله إنك أسمعت بك أنا خصوصا صعدة. بسرعة توكل على الله، اختر قبل ما يخلص على التنازلي.
بسرعة يا وزير. يا وزير. أيوة. بسرعة. خلص تعد تنازلي. الكوفي. بسرعة بسرعة لا بسرعة. الكوفي. لا يا وزير لا بسرعة. الديواني. الديواني. أثبت الكنترول على الكوفي وطبعا حتى الديواني. الديواني حتى الديواني ما اعتقدش ان اجابه صحيحه يا وزير. الكوفي الكوفي هو الكوفي. الكوفي ثبت على الكوفي. يلا. طبعا يا وزير تعرف ايش مشكلتك؟ ها؟ ايش مشكلتك انت؟ مشكلتك انك تتردد كثير في اختيار الاجابه. لا عفوا عشان دخلت لك الكوفي بعدين شكيت لي. طيب انت اخترت الان الكوفي بس انا اقصد يعني عشان يستفيد منك ايضا المشارك الاخر معنا. انه رجاء خاص عدم التردد في وضع الاجابه الصحيحه حتى يتسنى لنا ايضا نسدد ونقارب الى ان نصل الى الاجابه الصحيحه وبالتاكيد ما نريد اي واحد يخسر معنا وبدون تردد حتى ما يخلص العد التنازلي. طبعا لو خلص العد التنازلي صعب جدا اننا نعمل له اي شيء او صعب حتى نبدل الاجابه. على كل حال نوع الخط الذي كتبت به الاسماء كبانه صاعده اخي وزير اختار الكوفي نشوف الاجابه. للاسف للأسف يا وزير كنت أود أنك تواصل معنا لكن أيضا كسبت 10,000 ريال والإجابة الصحيحة هي الثلث أيضا لا الكوفي إجابة صحيحة ولا الخط الديواني أيضا إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي خط الثلث وللأسف الشديد يا وزير لكن كسبت معنا 10,000 ريال وإن شاء الله حظ أوفر فيما تبقى من أيام هذا البرنامج ونستقبل مشارك آخر. بالتأكيد مشاهدينا الكرام غدا بإذن الله سيتم عرض السيارة اللي حتكون من نصيب فائز واحد فقط من بين هؤلاء الذين دخلوا معنا السحب والآن إن شاء الله إن شاء الله أيضا يوم غد ستعرض الأسماء أو يوم بعد غد إن شاء الله تعرض الأسماء كاملة على الشاشة حتى تكون المصداقية أيضا واضحة لجمهورنا الكريم. الآن من؟ أصالة إدريس من لحج. السلام عليكم يا أصالة. أصالة. أه. السلام عليكم. خواتم مباركة. السلام عليكم. كم عمرك يا أصالة؟ 12. أيوه. إذن على بركة الله يشرفنا أنه حتى الأطفال يشاركون معنا في هذا البرنامج هذه اليمن اللي هو للجميع في مساحة هذا الوطن الكبيرة والغالية على قلوبنا جميعا. يا أصالة جاهزة للمسابقة؟ أيوه. بتتصلين من تليفون سيار؟ ها؟ بتتصلين ولا ثابت؟ ثابت. ثابت. كويس ان شاء الله عشان ما ينقطع عليك الخط. على كل حال يا صالة الان المحافظات اليمنية امامك على الشاشة ماذا ستختاري من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول اليها؟ اصالة اصالة ايوه هذيك معي اصالة ايوه الان المحافظات امامك على الشاشة اختاري محافظة من بين هذه المحافظات. الضالع. ايوه نشوف الضالع. ليش اخترتي الضالع يا صالة؟ ايوه ليش اخترتي الضالع ليش؟ هكذا معك صديقات في الضالع؟ لا يعني اسمي ولدي. على كل حال يا صالة المرحلة الأهم في هذه المسابقة هي مرحلة الأرقام اللي فيها الأسئلة واللي فيها الجوائز ويا رب تفوزي معنا بالجائزة كاملة يا صالة وعلى بركة الله. ماذا ستختار أصالة من بين الأرقام الموجودة على الشاشة؟ أصالة رقم 2. رقم 2 نشوف رقم 2 لأصالة. الجوف. زرتي الجوف يا أصالة؟ ها؟ زرتي محافظة الجوف؟ لا. إذن السؤال هيكون من الجوف والسؤال إن شاء الله يكون سهل يا أصالة. السؤال يقول ما هو النشاط الاقتصادي الذي اشتهرت به دولة معين على أرض الجوف؟ هل الصناعة أو التجارة أو الزراعة؟ أصالة أيوة بسرعة عشان ما يخلصش عليك العد التنازلي. ساعدنا توكلي على الله. بدأ يختار يا أصالة. يا أصالة أيوة بسرعة عشان ما يخلصش عليك العد التنازلي وتخسري الإجابة. أصالة بسرعة 1 أو 2 أو 3. الزراعة. بسرعة لا 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 بسرعة. رقم 2 ثبت رقم 2 يا أصالة. نثبت رقم 2. يا صالة. ها. انت كذا بتزعليني. ها. هكذا بتزعليني. اذا ما اخترتيش الاجابة الصحيحة بسرعة. ما عليك درش اساعدك. تمام. تجارة. طبعا خلاص احنا ثبتنا على التجارة. نشوف
الإجابة يا رب تكون صحيحة. بس مرة ثانية يا صلاح اختاري بسرعة. تمام؟ حاضر. أيوة تسلمي. إذا نشوف إجابة صحيحة بالتأكيد 10,000 ريال يا أصالة. بقي لديك فرصتين إن شاء الله تصلين من خلال هاتين الفرصتين إلى نقطة الوصول يا أصالة. والأرقام مرة أخرى أمامك على الشاشة. أصالة. أيوة. الأرقام موجودة على الشاشة الآن. رقم 4. 4. بتسمعيني من التلفزيون ولا من التلفون؟ من التلفون. كويس. رقم 4 محافظة عمران، والسؤال حيكون من محافظة عمران. ما تعرفي شيء يا هاجة عن عمران؟ لا. صف كم انتي يا أصالة؟ أصالة. أيوة. في أي صف انتي؟ سادس. صف ثالث. سادس. سادس. أيوة. إذا السؤال حيكون من محافظة عمران كالتالي: كم هي المسافة التي تفصل بين مدينة ريدة ومدينة عمران؟ هل 30 كيلومتر، 18 كيلومتر، 22 كيلومتر؟ ايش اتفقنا يا أصالة؟ أصالة ايش اتفقنا؟ أصالة؟ أصالة؟ ساعدنا. طيب بسرعة اختاري بسرعة اختاري. 1 أو 2 أو 3؟ 22. 22 نثبت على 22؟ ايوه نثبت. أصالة. ايوه. كيف اخترتي 22؟ أصالة. ايوه. احنا اتفقنا انه ما فيش تردد ولا فيش اي توتر، تمام؟ ان شاء الله تفوزي معنا بالجائزة كاملة، وانا متأكد انك شطورة، وإن شاء الله يا أصالة حتكسبي معنا الجائزة كاملة طالما وأنت بهذه الروعة وبهذا الذكاء وبهذا التفاعل وبهذا الحماس. بالتأكيد إجابة صحيحة يا أصالة. 20,000 ريال. 20,000 ريال. ولكن الفرصة لم تنتهي بعد، باقي لديك فرصة أخيرة يا أصالة. أصالة جاهزة؟ أصالة. أيوة. ما بيوصلك صوتي ولا إيش؟ اول ما اقول أصالة تجاوبي عليها، لاني انا اخشى انه ينقطع عليك الاتصال وبعدين تخسري معنا. تمام؟ حاضر. تسلمي يا أصالة، ونشوف الفرصة الان يا أصالة، وماذا ستختار من بين هذه الارقام؟ 20. ايوه. نشوف رقم 20. حضرموت. زرتي حضرموت يا أصالة؟ لا. ان شاء الله يكون السؤال سهل عليك من حضرموت يا أصالة. وبالتاكيد نحن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج اننا نتعرف على كل المعالم التاريخية والأثرية والسياحية والتاريخية في هذا الوطن، وكل ما يخص المحافظات الشمالية والجنوبية الشرقية والغربية وهذا الوطن لابد أن نهتم به جميعا. وبالتأكيد السؤال من حضرموت يا أصالة. جاهزة؟ أصالة. أيوة. جاهزة؟ أيوة إن شاء الله. ينسب قصر سيئون إلى السلطان الكثيري أو العثماني أو القعيطي؟ يا أصالة. أيوة أيوة. أنت تعرفي قصر سيئون؟ لا. بيطلع في التلفزيون. بسرعة بسرعة يا أصالة اختاري إجابة. ساعدتك القعيطي. بسرعة 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 يا أصالة. القعيطي. بسرعة يا أصالة. القعيطي. لا. أصالة. الكثيري. كم باقي لديك 3 ثواني يا أصالة وبعدين؟ رقم 1. خلاص كمل العد التنازلي يا أصالة. رقم 2. خلاص خلص العد التنازلي. أنا قلت بسرعة لأنه معك 30 ثانية، إذا خلصت خلاص ما عاد تقدريش تغيري ولا تبدلي. كم معك الآن؟ 20,000 ريال، إضافة طبعا إلى الجوائز العينية، وإضافة أيضا إلى دخول السحب على السيارة. إذا أجبتي على هذه الإجابة إجابة صحيحة حتفوزي معنا ب 30,000 ريال. إذا لم تكن الإجابة صحيحة أيضا أنت كسبانة في الأول والأخير. أنت إيش رأيك يا سارة؟ يا أصالة. ها. إجابة صحيحة ولا خطأ؟ إيش رأيك؟ على الله. ما فيش حد بيساعدك جنبك؟ لا. طيب نشوف الإجابة يا رب تكون صحيحة يا رب. بالتأكيد يا أصالة إدريس إجابة صحيحة. 30,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، إضافة إلى تليفون مترو 2 من المترب فون، وأيضا دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، وهو لدي أيضا فرع
في جميع فروع في جميع المحافظات، والصالة إدريس دخلت السحب أيضا على الجائزة الكبرى اللي حيتم السحب عليها إن شاء الله بعد غد إن شاء الله، السيارة ويا رب تكون من نصيبك يا أصالة. وطبعا مشاهدي الكرام استسمحكم عذرا، نذهب إلى فاصل قصير، نحن حريصين على وقتكم لكن الفاصل هذا إجبار علينا أننا نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستقبال مشاركتكم، وإن شاء الله دائما أنتم كسبانين مع شاشتكم المفضلة شاشة سهيل الفضائية. وانت وانا من أصل واحد كلنا، أرض العروبة كلها نابت من جذور اليمن. هذه اليمن، هذه اليمن، هذه اليمن. وانت وانا من أصل واحد كلنا، أرض العروبة كلها نابت من جذور اليمن. هذه اليمن، هذه اليمن. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وعوده الى ميدان التنافس والسباق، وايضا الاهم من هذا كله ميدان المعرفه عن هذه اليمن وما تحمل من معالم اثريه وتاريخيه وسياحيه. وبالتاكيد لابد مننا كيمنيين محبين لهذا الوطن اننا نتعرف عن قرب على هذه اليمن الغاليه. وعلى بركه الله مشاهدينا الكرام عوده الى استقبال المشاركين معنا في هذا البرنامج التفاعلي الذي هو دائما منكم واليكم، ودائما انتم كسبانين معه ان شاء الله على طول. معنا الان ندى عبد الرحمن من ابيان. السلام عليكم يا ندى. وعليكم السلام. ندى السلام عليكم. وعليكم السلام. خواتم مباركه يا ندى. على الجميع يا رب. مستعده للمسابقه يا ندى؟ ان شاء الله. كم قد حاولتي معنا حتى وصلتي الى البرنامج؟ والله اول يوم شاركت 20 مره حاولت. 29 مره حاولتي. أيوة. على بركة الله ألف مبروك أولا، وتشرفنا بك وبوصولك إلى البرنامج، ونبدأ المسابقة على طول. المحافظات اليمنية الآن أمامك على الشاشة يا ندى، ماذا ستختار ندى من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول إليها؟ ندى. أيوة معك. بسرعة الآن الخيار لك من بين هذه المحافظات. محافظة أبيان. محافظة أبيان. ندى عبد الرحمن من أبيان، واختارت أبيان ليكون نقطة الوصول إليها. وبالتأكيد المرحلة الأهم يا ندى مرحلة أبيان الأرقام. أبيان. خلاص اخترنا، ثبتنا على أبيان. والمرحلة الأهم في هذه المسابقة مرحلة الأرقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص يا ندى على بركة الله. رقم 5. بتسمعيني من الهاتف ولا من التلفزيون؟ والله أسمعك من الهاتف. من الهاتف، خليك بعيد عن التلفزيون علشان نسمعك بشكل كويس. و رقم 5 الحديدة. زرت الحديدة يا ندى؟ لا والله ما غزرتها. إذن السؤال حيكون من الحديدة، ويا رب يكون السؤال سهل. والسؤال من الحديدة يقول: في أي عام دونت زبيد في سجل التراث الإنساني العالمي اليونسكو؟ 1963، 1990، 1993. بسرعة يا ندى قبل ما يخلص العدد التنازلي. ندى 1963. نثبت. مساعدة. وثلاثة وايش؟ وستين. لا لا لا. 90. نثبت. 90 إن شاء الله. طيب نثبت. أيوة. على 1993، ورجاء خاص يا ندى بدون تردد، ابدأي على طول توكلي على الله عشان ما تخسريش الإجابة الصحيحة، ويخلص عليك العد التنازلي، وأنا ما أريد أحد يخسر في هذا البرنامج على الإطلاق. على كل حال، في أي عام دونت زبيد في سجل التراث الإنساني العالمي اليونسكو؟ ندى اختارت رقم 3 اللي هو 1993. نشوف الإجابة. إجابة صحيحة يا ندى، 10,000 ريال. بداية موفقة. وبقي لديك كم فرص؟ كم فرص يا ندى بقي لديك؟ فرصتين. فرصتين، يا رب تصلين من خلال الفرصتين القادمتين إلى نقطة الوصول. والآن يا ندى حتظهر لك الأرقام مرة أخرى على الشاشة. شباب الأرقام مرة أخرى على الشاشة، وماذا ستختار ندى من بين هذه الأرقام؟ يا ندى، يا ندى. أيوة. بتسمعين بالتلفزيون صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله بتسمعين بالتلفزيون. لا من الهاتف. طيب انا بنسمع صوتي عندك والصدى الكلامي. رقم 1. على كل حال رقم 1. نشوف.
شاء الله. ريمة رقم واحد. محافظة ريمة، زرتي ريمة؟ لا والله ما غزرت. ريمة محافظة جبلية ولا ساحلية؟ ريمة؟ ريمة محافظة جبلية ولا ساحلية؟ والله ما أدري. طبعا هو السؤال هذا بدون جائزة، هذا بس مجاني. على كل حال ريمة محافظة جبلية تتميز بالجو الرائع والجميل، وبالتأكيد السؤال اللي هو طبعا بالجائزة من محافظة ريمة يقول: من أهم المعالم الأثرية في محافظة ريمة جبل الجون، جبل ظفار، أو جبل الشرق؟ بسرعة يا ندى، بدأ العد التنازلي. ندى يا ندى، رقم اثنين. رقم اثنين متأكدة يا ندى؟ يعني نثبت، نثبت على رقم اثنين ان شاء الله. ايوه يا ندى. ايوه معك. لي رجاء منك انك تسمعيني ايضا من الهاتف، وايضا تتوكلي على الله وتختاري الاجابة بدون اي تردد علشان ما يخلص العدد التنازلي وبعدين تخسر الاجابة الصحيحة وتخسري الجائزة. اسمعي من الهاتف لانه ايضا الصوت بيوصلك متأخر وحتخسري معنا. ابتعدي حتى من عند التلفزيون الى غرفة ثانية. على كل حال، من اهم المعالم الاثرية في محافظة ريمة، ندى اختارت رقم اثنين اللي هو جبل ظفار. نشوف الاجابة. اجابة صحيحة يا ندى، 20,000 ريال. 20,000 ريال حتى الان، وبقي لديك الفرصة الاخيرة يا ندى. ركزي معي في الفرصة الاخيرة، والارقام الان موجودة على الشاشة يا ندى. كفرصة اخيرة، ماذا ستختار ندى من بين هذه الارقام؟ رقم 10. رقم 10 نشوف رقم 10. تعز، لا تقولي انك ما زرتي تعز. ندى. ايوه. ليش بيوصل صوتي متاخر؟ ليش؟ انا صوتي يوصل متاخر اصلا. طيب ليش؟ يا انك بتسمعيني من التلفزيون، هذا يعني ما فيش سبب اخر يعني. انا اسمعك من الهاتف. بس التلفزيون قريب منك صح؟ ايوه قريب مني بصواتي. ضفي بالمره وان شاء الله تشوفي حلقه الاعاده عشان تشوفي مشاركتك. على كل حال يا ندى، السؤال طبعا هذا حرصا عليك عشان ما تخسريش معنا بس يعني. السؤال حيكون من محافظه تعز كالتالي: ما اسم الديوان الوحيد الذي طبع للشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان وهو شاعر من ابناء محافظه تعز؟ هل ديوان دنيا الاحلام، او ديوان الفيروزه، او ديوان مقامات يمانيه؟ بسرعة يا ندى. رقم واحد. اسم الديوان الوحيد الطبع للشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان. دنيا الأحلام. واحد. واحد. نثبت. مساعدة. بسرعة قبل ما يخلص. نثبت يا ندى. اثنين. اثنين. شوفي يا ندى، لما تكوني مترددة ما بين الإجابات ويخلص عليك العد التنازلي حتخسري الاجابه كامله طبعا. مساعدة. خلاص طبعا، حتى انا ما اقدرش اساعدك بعد ما نثبت. بعد ما يخلص العد التنازلي ما عاد اقدرش اساعدك، لانه رجاء خاص انه خلاص طبعا انت قد خلصت الفرصه، لكن للجمهور اللي حيكونوا بعدك ان شاء الله يبدا يتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. على كل حال، اسم الديوان الوحيد الذي طبع للشاعر عبد الله عبد الوهاب بن عمان، ندى اختارت رقم اثنين ديوان الفيروزة. طبعا اذا كانت الاجابة صحيحة حيكون معك 30,000 ريال اضافة الى جوائز عينية. اذا كانت الاجابة خاطئة ايضا انت كسبتي معنا حتى الان 20,000 ريال اضافة الى تليفون، وايضا السحب على الجائزة الكبرى. انت في الاول والاخير كسبانة، كسبانة معنا. نشوف الاجابة. اجابة صحيحة بالتأكيد يا ندى، 30,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، وأيضا تليفون مترو 2 من المترفون، وأيضا دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، ولديه فروع في جميع المحافظات. إضافة يا ندى أنك دخلت السحب على الجائزة الكبرى. بعد يوم، من سيكون صاحب هذه الجائزة الكبرى؟ من سيكون صاحب السيارة؟
هذا ما ستحدده الأيام القليلة القادمة أو بالأصح بعد بكرة. على كل حال مبروك نداء. ومعنا الآن ناصر الشيبة من المحويد. السلام عليكم يا ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا ناصر؟ بخير الله يعافيك. المخرج يا ناصر يقول الوقت ما فيش إلا قليل جدا، حاول تسرع معي وتتفاعل معي وإن شاء الله تكسب الجائزة كاملة يا ناصر. المحافظة الآن أمامك على الشاشة، إذا كان لديك تلفزيون خفض صوت التلفزيون وفقط اسمعني من الهاتف، ماذا سيختار ناصر من بين هذه المحافظات؟ صنعاء. محافظة صنعاء، خفض صوت التلفزيون يا ناصر رجاء عشان تكسب. أنا بالتأكيد ناصر الشيبة من المحويد اختار محافظة صنعاء ليكون نقطة الوصول إليها، والمرحلة الأهم هي مرحلة الأرقام ومرحلة الثلاث الفرص. من بين هذه الأرقام ماذا سيختار ناصر كفرصة أولى؟ رقم واحد. رقم واحد على بركة الله. نشوف رقم واحد محافظة شبوة. السؤال حيكون من محافظة شبوة يا ناصر، وإن شاء الله يكون السؤال سهل يا ناصر. إن شاء الله أرجو مساعدتك يا أخي. عيد الخيار يا ناصر. حصلت مشكلة في البرنامج، عيد الخيار مرة ثانية. الأرقام مرة أخرى على الشاشة الآن. اثنين. رقم اثنين الأمانة. وكانت نقطة الوصول صنعاء. ايش المشكلة يا شباب؟ نواصل. لحظة بس خليك على الخط يا ناصر، بتصل من تليفون سيار ولا ثابت؟ سيار. تليفون سيار. عبيت رصيد كويس يا ناصر؟ يعني والله مجرور يا ناصر، والله انا حريص عليك انك توصل معنا وتكسب معنا، لكن ما اناش داري ايش الحظ هذا، لكن ان شاء الله تصلح هذه الاشكالية الفنية. الان كما تشوف انه الجهاز علق في الشاشة، في مشكلة فنية بسيطة ان شاء الله تحتل. اخي المخرج ان شاء الله بيشوف هذه المشكلة ويشوف ان شاء الله ناصر حيستمر معنا قبل ما يخلص رصيدك يا ناصر. انا ان شاء الله يا ناصر. واحد الأمانة، اختار الأمانة. السؤال حيكون من الأمانة يا ناصر، وما نشيش تخسر معنا يا ناصر، نبدأ على بركة الله. وحتى لو كانت بعض الإشكالات الفنية إن شاء الله ستحتل، والسؤال حيكون من الأمانة. يقول من هو الذي أمر ببناء الجامع الكبير بصنعاء القديمة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أبو بكر الصديق، أو عثمان بن عفان؟ سؤال سهل. الذي أمر بناء الجامع الكبير بسرعة يا ناصر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نثبت على الإجابة رقم واحد، ويا رب تكون الإجابة الصحيحة. نشوف. بالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر ببناء الجامع الكبير بصنعاء القديمة، وألف مبروك. بداية موفقة يا ناصر. بقي لديك كم فرص؟ فرصتين. سريع عشان أيضا الوقت وعشان ما يخلصش عليك الرصيد. اتفقنا؟ على بركة الله. الأرقام موجودة على الشاشة، ماذا سيختار ناصر من بين هذه الأرقام؟ ثلاثة. رقم ثلاثة. نشوف رقم ثلاثة. رقم ثلاثة حجة. السؤال حيكون من محافظة حجة، ويا رب إن شاء الله تكون زرت حجة. والسؤال يقول كم يبلغ عدد مديريات محافظة حجة؟ هل عشرين مديرية أو ثلاثين مديرية؟ واحد وثلاثين مديرية. عدد مديريات محافظة حجة بسرعة. عشرين. بسرعة يا ناصر بسرعة. ثلاثين. بسرعة يا ناصر. 31. واتم مبارك يا ناصر، ثبت على 31 يا رب تكون الإجابة صحيحة. باقي أنا حريص أنه ما يخلص عليك الرصيد، طالما وأنت حريص قليل حاول تسرع معنا في اختيار الإجابة الصحيحة وحاول تتفاعل معنا أكثر. كم يبلغ عدد مديريات محافظة حجة أخي ناصر؟ اختار رقم ثلاثة اللي هي 31. نشوف الإجابة. بالتأكيد الإجابة الصحيحة يا ناصر، 20,000 ريال حتى هذه اللحظة، وبقي لديك الفرصة الأخيرة. يا رب الفرصة الأخيرة يا ناصر، تستطيع أن تصل من خلالها إلى نقطة الوصول. الأرقام موجودة الآن على الشاشة، والخيار لك من بين هذه الأرقام كفرصة أخيرة يا ناصر. الله يبارك فيك، توكل على الله. في هذه اللحظة باركتك الله. خلص الرصيد. خلص الرصيد يا شباب. رجاء خاص اللي بيتصل بنا ضروري انه يكون يعمل احتياط انه يكون معاه رصيد كافي للمسابقة،
ونحن ايضا قد احنا بنحاول ايضا ان احنا نسرع مع المشاركين عشان ما نخسرهمش، لا نريد ان نخسر احد، نريد ان نكسب ايضا مشاهدينا الكرام الجائزه الماليه والجائزه العينيه. وبالتاكيد اخي ناصر صحيح خلص علي رصيد لكن ايضا كسب معنا 20,000 ريال وتليفون مترو تو من المترفون وايضا دوره تدريبيه في اللغه الانجليزيه من المعهد البريطاني الاكاديمي ودخول السحب. يا ناصر رغم انه رصيدك يا ناصر كان قليل لكن كسبت معنا الكثير. ناصر الشيبة ايضا دخول السحب وان شاء الله بدل الرصيد اللي خلص عليك ان شاء الله تكسب بدل الجائزة الكبيرة واللي ان شاء الله السيارة، وتكون بعد غد في حلقة بعد غد ان شاء الله حظ اوفر لمن ستكون السيارة ان شاء الله باذن الله عز وجل. حيكون ايضا تصوير السيارة وعرضها لجمهورنا الكريم يوم غد في حلقة غد، وبعد غد ان شاء الله سيتم السحب على الجائزة الكبرى من بين هؤلاء الذين دخلوا السحب إلى القرعة. فائز واحد مشارك واحد حيفوز بالجائزة الكبرى، من هو صاحب الجائزة الكبرى؟ هذا ما ستكشفه الأيام، أيش الأيام القادمة؟ اليومين القليلة القادمة. ويا رب يا رب إن شاء الله أن الجميع يكون راضي عن هذا البرنامج، وبالتأكيد اللي بيوصل إلى البرنامج بيخرج إن شاء الله مبتسم ويخرج كاسب معنا لا خاسر. وبالتأكيد مشاهدي الكرام للأسف الشديد لأن وقت البرنامج انتهى نضطر أننا نودعكم على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع لقاء جديد ومشاركين جدد وفائزين إن شاء الله كثر معنا في هذا البرنامج اللي هو دائما منكم وإليكم. تقبلوا تحيات فريق العمل، ماجد هايم يحييكم كما هي أيضا من مخرج العمل محمد العشاري. غدا حلقة جديدة وموعد جديد، لا تذهبوا بعيدا عن شاشة سهيل شاشتكم المفضلة دائما وأبدا في أمل. أرض العروبة كلها نامت من جذور اليمن، هذه اليمن هذه اليمن تاريخها محفوظ على جدار الزمن، من عهد من من عهد بلقيس وسبار وأروى التي ملكت عدن، وعهد سيف بن دياز وانت وانا من اصل واحد كلنا، وانت وانا من اصل واحد كلنا. ارض العروبة كلها نابت من جذور اليمن، هذه اليمن هذه اليمن